أمين أمين إيش تفرج أصحاب ماش ناضي شكون لعب؟ لعب اليوسف مع المغرب الأقصى بغيش تجي؟ السلام عليكم نهاركم مبروك واحد ماش ناضي كل مرة جاي نتفرج وبغيت نسولكم شكون هي أول فرقة غتأسس في المغرب؟ ما عمركم طرحتوا هذا السؤال؟ إوا مزيان طرحوا اليوم شكون هي أول فرقة غتأسس في المغرب وشنو هي القصة ديالها؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. على ان الكره بانت في الانجليز في القرن 19 مع بزاف ديال لي جو كوليكتيف الالعاب الجماعيه بحال الباسكيت الهوند فولي وغيره والريغبي بدات في انجلترا وبداو يبانوا فرق رياضيه وكانت الكره من اشهر اللعب اللي كانت في انجلترا المنتصف ديال القرن 19 طب سنه 1857 غادا تبان اول فرقه ديال الكره شو سميت هذه الفرقه هذه سميتها شيفيلد اف سي مدينة شيفيلد هاد الفرقة هادي حسب المعطيات الرسمية والموقع ديال الفيفا هي أول فرقة في العالم وكان أول مباراة غادة رسمية هي غادة تلعب بين فريق شيفيلد هو النيت كانوا لعبوا فيه المتزوجون والعزاب شكون ربح؟ الله أعلم أنا في نظري واقيلا العزاب المتزوجين المساكن قاتلاهم المشاكل مالين هاد فريق شيفيلد ماشي هو شيفيلد يونايتد الفريق المعروف اللي تيلعب بريمير ليغ الانجليزي فريق شيفيلد حاليا تيلعب في المستوى السابع من البطوله الانجليزيه علاش لانه اختار من الاول على انه يبقى فريق هاو من بعد غادي تبان فرق محترفه بالنسبه للعبه ديال الكره غادي تنتشر بشويه بشويه في انجلترا غادا تمشي لاوروبا وغتنتقل حتى لامريكا اللاتينيه اللي غيولي عندها تما موطن اخر كذلك الامر بانتشار الجنود الاوروبيين في باقي العالم غتنتشر الكره الاوروبيين غادي يمشيو لعدد من الدول في العالم ومن بين المناطق اللي غادي يجيهم كره غادي تمشي لمصر غادي تمشي لتونس والجزائر وايضا غادي المغرب شكون هم اول الناس اللي جابوا الكره للمغرب كانوا الجنود الفرنسيين اللي جاوا المغرب وعلى ما يذكر على انه اول ماتش ديال الكره غادي تلعب ما بين جوج ديال المدن في المغرب كان سنه 1913 شكون غادي يلعب فيه غيتلعب ما بين فاس ومكناس للاسف هاد المدن العريقة في الكرة اللي هما فاس ومكناس الفرق ديالهم حاليا ما تتعيش أزهى الفترات ديالها خاصة فريق النادي المكناسي اللي سبق انه ربح البطولة ديال المغرب وكأس العرش غادي تكمل القصة سنة 1913 بتأسيس اول فريق مغربي او فريق في المغرب هاد الفريق شو سميتو؟ سميتو فريق اليوسف الاتحاد الرياضي المغربي وغيأسوه المستوطنين الفرنسيين من تما غتبدا واحد القصه كبيره ديال هذا النادي اللي غادي يهيمن على اكثر البطولات المغربيه ما بين 1916 حتى 1956 البطوله المغربيه انذاك كان سميتها العصبه المغربيه وكانت تابعه للجامعه الفرنسيه والمسابقات ديالها كانت تابعة للجامعة الفرنسية واللاعبين كذلك أجود اللاعبين كانوا تيلعبوا في المنتخب الفرنسي ونذكر هنا لأن من أجود اللاعبين اللي مشاو من فريق اليسام فريق اللاعب العربي بن بارك أبي مبارك اللي كان فريق اليسام ثم بعد ذلك غيحتلف احترف فريق أولمبيك مارسيليا بواحد الثمن اللي هو كبير جدا 32,000 فرنك فرنسي وغادي يربح معاهم البطولة
قبل ما غتندال الحرب العالمية الثانية وغيرجع للجزائر ثم غادي يرجع للمغرب ليسام أيضا ثم سوف يعود وغادي يحترف فرقة اللي هي كبيرة على المستوى العالمي هي فريق أتلتيكو مدريد. مغربي غادي يكون هو السبب باش يربح أتلتيكو مدريد بطولة إسبانيا. من اللعابة كذلك اللي لعبوا في اليسام فريق بالمجدوب، وما ننساوش أن الهداف ديال بطولة العالم جيس فونتين هو ابن فريق اليسام. فونتين هذا هو تزاد في المغرب وكان يلعب فريق اليسام وغيلعب مع المنتخب الفرنسي، وغادي يكون هو الهداف التاريخي ديال بطولة العالم وسجل 13 هدف، وحاليا مازال هو الهداف ديال بطولة العالم. من اول الفرق ايضا اللي تأسست في المغرب فريق المغرب الاقصى. هذا الفريق هذا اللي تأسس سنة 1923 غادي يكون اول فريق مغربي خالص، يعني 100% مغربي. للاسف هذا الفريق هذا ما غيستمرش، غادي ينضطر، ولكنه كان يحمل الهوية المغربية. بل بالنفس هنا فريق آخر كان تأسس في الشمال ديال المغرب وفريق أتلتيكو تطوان، المغرب التطواني حاليا، تأسس سنة 1922 وزاول لسنوات في البطولة الإسبانية، وكان وشارك في سنة 1951-52 أو موسم 1951-52 في البطولة الإسبانية، وطبعا لعب ضد فريق ريال مدريد وفريق برشلونة واستقبلهم في مدينة تطوان. رجعوا ليسام، قصة هذا الفريق العريق جدا. هذا الفريق هذا اللي كان طبعا هيمن على البطولة المغربية أو يسمى عصبة المغربية، وكان تتوفر لأجود اللاعبين في المغرب، وكان تنتقي أجود اللاعبين باش يضمهم الفريق ديالو. غادي طبعا ما تكونش عنده منافسة كبيرة من باقي الفرق اللي كانت في المغرب، رغم محاولات في وقت من الأوقات يحاول فريق الوداد البيضاوي على أنه ينافس فريق اليسام. 1956 غتكون آخر سنة غادي يشارك فيها فريق اليسام. سنة 1957 غيتم إعلان وقف المشاركة ديالو والانسحاب ديالو الكامل من البطولة المغربية. الظروف هو تصفية الاستعمار وعدد تصفية مخلفات الاستعمار، وتم تسبب أن فريق اليسام على أنه فريق ديال المستعمر. فهنا غادي توقع واحد العملية، هنا أغلب لاعبي فريق اليسام غادي يختاروا لأنهم يلعبوا فريق الرجاء البيضاوي، بينما ممتلكات فريق اليسام خاصة الملعب تدريب وحاليا ما يسمى ملعب بن جلون وملعب مباريات وغيرها من ممتلكات الفريق غادي تمشي لفريق الوداد البيضاوي، وبالتالي غتكون نقطة نهاية ديال أول فريق أسس في المغرب. كل أغلب المتفرجين معنا هما سبقوا أنهم كانوا طبعا أو أنهم مشجعين ديال فرق مغربية، أغلبكم متابع لفرق مغربية. هنا غادي نطرح لكم السؤال، شنو هو الفريق اللي تتشجع وشكون هو أول فريق غيدخل وتشجع من أرضية الملعب؟ إوا كتب واحد الكومنتار، كتب فيه الفريق اللي تتشجع وأول فريق دخلتي تفرج فيه مباشرة على أرضية الملعب. نتمنى تكون كملتي الكويس ديالك ديال أتاي، وإلى فرصة مقبلة بإذن الله.